احمد المصري من شباب التحرير. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلن بيان دائما للشعب المصري بان الشعب المصري العظيم الذي قام بثوره عظيمه من 25 يناير المجيده والذي كان للجيش المصري العظيم له دور كبير واساسي في نجاح الثوره المجيده التي دخلت في شهرها السابع وسط صمت عربي ودولي مؤلم. لذلك نعلن العالم اجمع اننا شعب مصر العظيم يقف الى جانب اشقائه العرب السوريين الذين يواجهون آلة القمع والقتل من قبل عصابة بشار الأسد وجيشه والمرتزقة الذي يقومون بقتل الأطفال والنساء والشيوخ، كما تقوم عناصر الأمن والشبيحة أيضا باغتصاب النساء والأطفال والرجال وتقطيع أوصالهم وأعضائهم التناسلية وسلخ جلودهم وتنتهك حرمة المساجد وتدميرها وتدوس على القرآن الكريم ويخرجون الشهداء من القبور وتتركهم على وجه الأرض. لذلك نعلن العالم أجمع وقوف الشعب المصري العظيم مع هذا الشعب السوري الأصيل البطل في تصديه لآلات القمع والقتل المجرمة التي يقودها السفاح بشار الأسد وعصابته المجرمة، كما نعلن تأييدنا لمطالب الثورة السورية ووقوفنا إلى جانبها في القضاء على الطاغية. ولم تكتمل فرحة الشعب المصري الأصيل إلا بحرية الشعب السوري الأصيل واليمن أيضا. أستاذ أحمد المصري، ماذا أعددتم للجمعة القادمة وهي 30/9 التي يحشد لها منذ 15 يوم؟ جمعة 30/9 هي جمعة زي كل جمعة حتى تكمل فيها الثورة أهدافها. أهداف الثورة المصرية لم تكتمل حتى الآن، ولذلك نطالب بجمعة 30/9 التي من أهمها مطالب قانون الطوارئ. وانا ليا جزئيه صغيره بس على قانون الطوارئ، ان احنا بنقول ان احنا لسنا او ان الشارع المصري في حاله ضبط في حاله هياج شديد، ونحن لسنا ضد قانون الطوارئ ولكننا ضد اليه تنفيذه، ولذلك نحن نحتاج مع قانون الطوارئ بالضوابط الاتيه: اولا، منح المواطن المصري حقوق كامله من لحظه توقفه لضابط الشرطه. 2، الغاء كل اشكال المحاكم الاستثنائيه. 3، يقوم بتنفيذ قانون الطوارئ كل من واحد الجيش والشرطه المجتمعيه، احنا عاملين شرطه مجتمعيه كبيره جدا وتحت اشراف القضاء وامام مرمى ومسمع الاعلام. والجمعه اللي جايه ان شاء الله هيكون معانا اخواتنا الثوار السوريين، ولن ننسى في هذا الموقف العظيم برضو اخواتنا الثوار اليمن نصرة ليهم عظيمه، وان شاء الله تواصل قوي جدا مع ثورتنا ومع ثوره اليمن وثوره سوريا في خطين متوازيين باذن الله ان شاء الله عز وجل. شكرا.